نرحب بيكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، وشفنا شوط اول جيد من الفريقين، مباراه مفتوحه. وكابتن علاء قبل الماتش قلنا ان دجله هيبقى فاتح الماتش ده، ما قلناش ان هو هيقفل. لا هو على فكره دي حاله غريبه ايما ان الملعب مفتوح من ناحيتين. صحيح. يعني ولا ده بيضغط ولا ده بيضغط، لكن هي كلها في الاخر شكل اداء لعيبتك وشكلك انت بالظبط. يعني الشوط الاول كله اسحاقه من وادي دجله، محمد هاني من النادي الاهلي، واحمد الشيخ. لو جبت اي هجمه للاهلي هتلاقي هاني او احمد الشيخ، او على الجانب الاخر اسحاق يعقوب هو اللي عامل كل الخطوره هنا. ممكن نوهنا عليها كلها في الاستوديو، قلنا ان هو مفتاح لعب. لكن الاهلي كالعاده بدا ضغط في الاول كويس قوي، ضيع اهداف، ساب نص الملعب، استحوذ عليه وادي دجله. حتى الاستحواذ لو شفته يا كابتن ايمن هتلاقي استحواذ لوادي دجله مش للنادي الاهلي، لكن ما بيهمش قوي. لكن شكل النادي الاهلي في اخر تلت ساعه بدا في ضغط، في ضغط كويس، بدا هجوم كويس قوي. ما شفناش ايمن اشرف، اتفقنا كلنا هو يبقى ثابت شويه في الحته الدفاعيه، اعتمد على محمد هاني وتحركات احمد الشيخ والوباجي ومروان محسن. مروان محسن بيتحركوا هما الاثنين. الميزه النهارده في النادي الاهلي بسرعه كده، النهارده كرات عرضيه كتير قوي اتعملت. يمكن الغريب ان الهدف جه من الناحيه الثانيه مش من ناحيه تاني. يعني بالظبط ما راحش ناحيه الشمال، اتعمل كورتين بالعرض، واحده ايمن اشرف واحده جيرالدو، يجي منها الجول. لكن كل الخطوره من عند محمد هاني. كابتن محمد، الافضليه للاهلي في الشوط الاول برغم ان دجله كان مستحوذ على الكره بنسبه 55%. احنا قلنا في الاول، قلنا ان ثلاثي وسط دجله عندهم القدره على الاستحواذ، كرتهم كويسه، بيتحركوا كويس جدا، كرتهم عاليه وحافظين بعض، اذا كان عبد العاطي او احمد سعيد او محمد رضا. دي كمان مع تاخر او مع يعني قليل جيرالدو في ارتداده، قليل احمد الشيخ في ارتداده. يمكن احمد الشيخ شفناه مره واحده بس رجع، جيرالدو كان بيتاخر في العوده شويه. فكان نص الملعب بين حمدي فتحي وقفشه. النقطه كمان المهمة جدا هي ان احنا في الضغط عندك مروان محسن وإليو باجي. واضح جدا ان يعني الضغط مش كما يجب. ليه بقى؟ لان الكرة النهاردة من تحت خالد رضا ومحمود مرعي مع عبد المنصف مع احمد سعيد، وقدروا ينقلوا في اكتر من كرة ويبنوها من حتى عبد المنصف بقى بيمرر بكل سهولة لاحمد سعيد في عمق الملعب ويستلم ويلف ويمشي. هنا لازم الاهلي يضغط، طالما عبد المنصف حط الكره في السكس يارد ونزل له السد باكين اللي هو محمود مرعي وخالد رضا جوه ال 18 وهيبداوا يحضروا من جوه، لازم نضغط. أيوة. نخليه يلعب كره طويله، والكره الطويله احنا عندنا التفوق، يعني احنا عندنا رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، وعندنا خط ظهرنا نقدر ان احنا ناخد الكره عاليه وناخد الكره الثانيه. انما ما ينقلوا، لما بينقلوا من ورا بيبدا يطلع عليك، ثم بعد ذلك يستلم ويفضل ماشي، وتيجي بقى الخطوره من يعني تنهيها في التلت الايه الدفاعي بتاعك. في طبعا كره خطيره جدا اللي جرال احمد الشيخ عدى بيها الشوط الاول، دي كره من الكور الجميله جدا، احمد عدى واحد ضد واحد وعملها ببطن رجله اللي جرالدو جه ضيعها في الدقيقه يمكن اول 10 دقائق في بدايه المباراه. بدايه المباراه. الكره دي دليل على ايه؟ دليل على ان انت عندك الاطراف بتاعتك. يعني انا جيرالدو بحييه انه قطع ودخل جوه، يعني جاي قاطع جوه الست يارده، بس طبعا كان لازم ينهي الكره دي، كان لازم يحرز منها هدف. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها هي ضربه الجزاء. ضربه الجزاء بتاعت قفشه، يعني قفشه من اللاعبين المميزين ان هو في لعب ضربات الجزاء، ولكن انا اعتقد انه استسهل تسجيل الهدف، وبالتالي ما كانتش الزاويه باينه جدا، واحنا حتى قاعدين باينه جدا انه هيحطها على شمال عبد المنصف، حتى مش محطوطه في زاويه عبد المنصف، حتى ما يعني راح ما عملش محاوله. ما عملش محاوله. الهدف طبعا هدف جميل جدا جدا، وانا بحيي فيه اليو باجي. اليو باجي ما ألفش، يعني بيلعب السهل، شاف جيرالدو طالع له عملها له، جيرالدو عامل الكروس، ومروان طبعا اللعبه المميزه وهي اللعب بالراس، طبعا ركب يعقوب وحطها في زاويه اللي جاي منها الكروس. ودي نقطه برضو بيقع فيها الفراوده شويه، ان لما يجي له الكروس من الشمال يقوم عامل كده، فلما بيعمل كده بتتزحلق تقوم تطلع بره، وحطها في نفس الزاويه اللي جايه منها الكروس. صحيح.
كابتن عادل توقعاتك للشوط الثاني سريعا. مش هنتكلم في حاجه؟ لا مفيش سؤال. كابتن يوسف خلاص كان بيقول حاجه. هنتكلم بعد الماتش. كابتن يوسف توقع توقعاتك انت والكابتن هاني العجزي للشوط الثاني. لا في يعني لو عملنا لو في نقطه في نقطه بس عايز اتكلم فيها بسرعه سريعا. الكرات العرضيه لازم تعدي القائم الاول هيبقى فيها خطوره اكتر واعتقد لو في كور عرضيه كتير الشوط الثاني ممكن يبقى فيها اهداف النادي الاهلي واتمنى يبقى في تامين دفاعي كويس عشان ما يخش فينا اهداف ان شاء الله. كابتن هاني سريعا. لا بس يا كابتن عايز احذر بس من الكور الكونتر اتاك بالنسبه لوادي دجله لانهم هم عندهم سرعات ناحيه اليمين وشمال حسام عرفات وكابو سرعه جدا لازم النادي الاهلي يخلي باله من الحته دي وان شاء الله باذن الله يبقى في اهداف ثاني النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. نروح سريعا لاحداث الشوط الثاني ونلتقي بعد المباراه وبالفوز والنصر الكبير للنادي الاهلي ان شاء الله.